لكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم سيمو جيرماني يعود إليكم من جديد. قبل ما غادي تشوفوا واحد الفيديو نتاع هذا الكدار اللي كيسب جلالة الملك ويستهزئ به، هذا الكدار اللي كان نطالبوا من سيد الحموشي وجلالة الملك باش يفتح معاه تحقيق هذا الإنسان هذا، لأن كل خطرة زوج كل فيديو زوج يقول لك راهم حاسديني وراهم كذا وراهم على من يحسدوك على اللي فيك، ولا والله لا فيك انت ونحلف لك عليها بالله، وكتخرج وتقول للناس اه لا انا كدا وراهم سحبت لهم انا يا كدا وحسب انت كي ضاع. لانك شوف اي واحد يسب في المغاربه ولا يسب في الجاليه المغربيه ولا يسب في جلاله الملك ولا يسب في القضاء المغربي نحن لهم بالمرصاد، كيف ما داروا معاهم هذوك تحقيق انت غادي يديروا معك تحقيق ونطالب بالاعتقال. ما احنا حتى شي واحد ما نبغيو له الحبس، ولكن الا بقيت انت خرج كاع، احنا بلادنا هذيك، احنا الاصول ديالنا الامازيغ. انت دخلت في الناظور طول عرض، دخلت في الحسيمه طول عرض، قلت لهم قلت من الحسيمه للناظور، انا هذه هي الهضره اللي ما عجبتنيش باش درت عليك هذا الفيديو هذا. دخلت وقلت لهم ودي نطالب سيدنا من الحسيمه من الناظور الحسيمه يدير لهم ويدير لهم الهراوه ويدير لهم الكيضه. ها وحنا الاصول ديالنا من تما، حنا اصلنا امازيغ الريف الناظور، وتوصلهم الكيدار وكان يسمعوك الكيدار على هذه الهضره اللي قلتها، واش تسلك معاهم؟ والله ما تسلك معاهم، وباقي عاد تما تستهزأوا بالملك ديال البلاد. غير اللي جاي يبقى يسب الجاليه المغربيه، غير اللي جاي يبقى يسب القضاء، غير اللي جاي يبقى يسب الملك ديالنا. لا اله واش هذا الشيء؟ هذا الشيء خصو حل، وبحال امثالكم انتم خصهم السجن، ماشي تقول راهم كارهيني راهم حازيني باش يحسدوك واش على اللي فيك ولا صاحبي مالك. ايوا الفاهم يفهم، هذا وجدي حر امازيغ، عاود الاصول ديالنا امازيغيه ولكن كابرين وزايدين في وجده وعايشين هنا في المانيا، ولكن الامازيغ ولكن الدم ديالنا كيجري امازيغيين. بقى تسب انت الامازيغ وتسب العالم، ها وخا زايدين وكابرين في وجده وجاده، ولكن الاصول ديالنا امازيغيه، وتسب الناظور تسب الحكومه يسمعوك تسلك معاهم الكيدر تقد عليها بعدا. علاش اصاحبي ما قبلتش عليك المانيا؟ لا راه علاش سمحت فيك هذيك؟ عرفت باللي فيك الدوده، علاش سمحت فيك؟ هذا ميساج موجه ليك وسيد الحموشي باش يشوف معاك التحقيق، لانك انت يا كي ضروا ما تسواش كاع اللي ادي السلطات اللي ادي البلاد راه خصو ياخذ القانون المجرى ديالو، لانك انت كي ضروا اكبر كي دار كل خطره زوج اللي راهم حاسدين اللي راهم دايرين. انت المنطقه ديالك وسبيتها، المنطقه ديالك وما حاملهاش، وتقول انت هو العنصري. انا عطيتك غير ميساج صغير خوتي، شوفوا الفيديو ديالو، ان انا عصبني هذا الكيدار هذا. تحياتي لكم اخواني اخواتي الكرام، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد اخواني الكرام. غير اللي جاي يبقى يسب فينا، اللي جاي يسب في الجاليه، اللي جاي يسب، واش هذا الشيء هذا؟ واش هذا الشيء؟ هذا الشيء خصو حد حل والله القسم اخواني الكرام، الا هذا الشيء خصو حل، ولكن غادي يكون حل، لان هذا كيدار ما بغاش يوقف عند حده بحال اللي مفرعل او كذا. اللي دار اللي غادي نشكي به، اجمع راسك اجمع راسك، قلت لك غير نص كلاسه، اجمع راسك ما تبقاش تهضر بزاف. علاش يعني الناس ما كتبغيكش؟ لانك انت كتدخل بحال اللي انت والو كتبغي تدخل وتدخل. انا عمري ما درت عليك فيديو، وكنت عمري ما بغي ندير عليك فيديو، ولكن من سمعت من ناظر الحسيمه وتسب سب جلاله الملك صافي هنا حقدت عليك انا، لانك انت كيدار وما تسواش، والله الا كيدار ومخروم. هادشي اللي غادي تسمحوا لي على الالفاظ لان تعصبت. تحياتي لكم اخواني اخواتي الكرام، بارك الله عليكم. شي لا قايمه اليوم، راني في الارمان والله العظيم، عطيتيني لا قايمه حتى الهود من الارمان. اسمع جلاله الملك الله يرحم والديك، ديك الشعب اللي عندنا في الحسيمه والناظور، قلت لك يا جلاله الملك ديك الشعب اللي عندنا في المغرب في الحسيمه والناظور، بغيتك تبعهم الهابه والزواطه. عطيهم الزواطه مزيان عام سيدي، وصيفط لهم شي كاميونات العسكر، وصيفط لهم حتى الدبابات باش الا شي واحد بغى يتنفس ورجع للدار، رجع للدار ديالو هو بوليداتو، حيت هذاك الشعب كيطالب بالحقوق. كيفاش تسيبوا انا جلالة الملك؟ عطيتينا فلوسنا كاملة، ديتيها 200
بنما وفلوسنا كامله عندك في السويسرا تبارك الله عليك. الله يزيدك اسيدي محمد سيدنا السادس، الله يزيدك. دابا انا فرحان لك حيتاش كتجمع الفلوس كتصرف في الشعب، والله العظيم انا فرحان بزاف حيتاش انا كتصرف في الشعب. ولكن يا جلاله الملك من هو ما غيعطينيهاش لا كيما بارك الله يرحم والديك، لا كيما هذاك الشيء اللي بغيت انا وليداتي نعيش تما ونعدل. المهم يا جلاله الملك انا قلت لك شنو غتعمل؟ الناس قالوا حسين الناظور خصك تصيفط لهم المخزن يشبعوا مع زواطا. هذاك الشيء اللي كاين يا جلاله الملك تبارك الله عليك محمد دون سادس. الو الو الو، لا لا قطع قطع، جلاله الملك عنده الناس بزاف كيعيطوا.